أهلا وسهلا بكل متابعي شاشة قناة الشروق الفضائية، مساءكم خير، مساء الجمال، مساء السعادة، مساء الأمل وكل الأمسيات الجميلة اللي بتزدان بلقياكم بالتأكيد من خلال التواصل اللي بيجمع بيننا وبينكم في مساء كل يوم في شاشة قناة الشروق الفضائية. ونحن بنلتقيكم في حلقة جديدة من طلال الأصيل ومجموعة من الفقرات اللي حتكون موجودة معنا. إحنا يمكن مساءاتنا بتتزين بيكم وكثير من المساءات التي ازدانت مسبقاً وستزدان لاحقاً بالتواصل بيننا وبينكم متابعينا في كل مكان. خلونا مع بعض يعني نقف تحية إجلال وتعظيم لكل النابضين المحبين لأرضنا الحبيبة واللي سعوا من خلال فترات زمنية طويلة لأنه هم يعني يكونوا القلب النابض للسودان ويكونوا هم الجهات اللي بتحمي الوطن واللي بتحمي الوطن. يوم 26 يناير 2023 خلونا مع بعض نتوقف في فجر 26 يناير 1885 وكانت أن سقطت الخرطوم وكانت أن تنفست سقطت المقاومة والخرطوم انكسرت يعني من خلال الإنجليز واللي غابوا عن الخرطوم وبأمر من المهدي قاد الأمير ودى النجوم الاقتحام في 60,000 مقاتل انتشر 20,000 منهم في مواجهة الدفاع وتسللت قوة كبيرة عبر الجدار اللي كان تم بناؤه لحماية الخرطوم في جهات متعددة. 26 يناير هي ذكرى تحرير الخرطوم من القوى الاستعمارية التي جثمت على صدر السودان والسودانيين واللي كان الإنجليز من خلاله طمعانين في الكثير من الموارد التي يذخر بها السودان بصورة عامة. ومن كل عام بيوافق هذا التاريخ هو ذكرى مجيدة بنعيشها من خلال تحرير الخرطوم من أيدي الإنجليز ومقتل غردوم باشا حاكم السودان آنذاك، رغم أنه كان التوجيهات من المهدي بأنه يأخذوه أسيراً إلى أنه جماعة من الأنصار بعد أن اقتحموا سرايا غردون قاموا بقتله. فكانت هذه الذكرى التي نحتفي بها كل عام من خلال هذا اليوم العظيم الذي نقف إجلالاً وتعظيماً لكل القيادات اللي كانوا مساهمين وقتها في صناعة هذا التاريخ الناصع البياض، في صناعة تاريخ السودان ككل وتاريخ الخرطوم على وجه الخصوص. خلونا مع بعض نسترجع هذه الذكريات اللي بتدينا مزيد من القوة والعزيمة والإصرار بأنه نحن نتمسك بكل ما يجعل الخرطوم والسودان ككل معافى وآمنة. خلونا نهديكم نحن البداية ونرجع. بريد أجيب ويا قلي بريد أجيب في حكاية الزول في قصة الزول صبح من كتر الشوق رهيب وديني للبلد الهنا وديني للبلد الهنا براقة شعبك في الخريف شير رموش عيني غتال وهبش براق يمر الحشاد
أهبر على القمر المساء ومسرع تعال أهبر على القمر المساء ومسرع تعال أهبر على وأهبر على القمر المساء ومسرع لو كان لقيت في كردفان شدر الحراز خدير وديل حباني نزوقي
بريق المزلة وشوقي ودي الحبان نزوقي بريق المزلة وشوقي بريق المزلة وشوقي ودي الحبان نزوقي قمار الفرقة.